السلام عليكم، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بصحة جيدة يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كيفاش فات أياماتكم تاع رمضان؟ إن شاء الله تفوتوه كامل بالصحة والهنا إن شاء الله. واليوم وليت عندكم بوصفة جديدة، هي وصفة لي بونس. هما كي شغل دي زومبرغر محشيين، قبل ما نطيبوهم نحشيوهم على فونس. ان شاء الله يعجبوكم، تتبعوا معايا الطريقه وينجحوا لكم ويجيو بزاف بنان وهشاش. انا بالنسبه للطريقه عندنا زوج كيسان تاع فارينا، خيروا الكاس اللي تحبوه، كملوا كاع المقادير به. زدت مغرفه تاع السكر، مغرفه تاع خميره الخبز، وانا نزيد عليهم زوج كيسان تاع الماء يكون دافي. هذه كمرحله اولى. هنا نوجدوا العجينه السحرية تاع 10 دقائق، وتجي به لي بونس بزاف 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 خفاف. وهاد الوصفة مليحة بزاف للناس اللي ما عندهمش بزاف الوقت، ولا ما بقالهمش بزاف الوقت باش يوجدوا حفصة. هذه توجد لكم في كلش مع لافاس مع لابات، نص ساعة تكون واجدة معكم. هنا دوك هاد المرحلة نخلي لابات تاعي تريح 10 دقائق ونوليو عندها ان شاء الله. وبالنسبة لافاس، انا هنا في المقلة تاعي درت شوية زيت زيتون، دوك نزيد عليهم الدجاج، صدر الدجاج. بصح لافارس نتوما وما حبيتو ديروا كاع واش تحبوا، سي جوست هكا بالدجاج ونديروه بلا صوص كوري، تجي بزاف بنينه ويوالم بزاف هكا الخبز هذايا مع الدجاج. انا بالنسبه لي درت شويه دجاج بزياده، بيسك درت كميه كبيره ماشي غاليه، سي با سا درت هاد الكميه تاع الدجاج. بصح نتوما ولا ما عندكمش كميه كبيره تاع الدجاج، ديروا شويه برك وخلطوهم مع الخضر كيما لا كورجيت، لي مع زروديه، فلفل الوان، هاد لافايز كاع يجيو بزاف ملح مع هاد الحشو. هنا بالنسبه للتوابل درت غير مغرفه تاع الثوم بودره، شويه معدنوس مجفف مع الكوريون بودره، هدايا يجي بزاف بنين به الدجاج. هنا درت شويه فلفل كحل، اما الملح نسيتو في هذه المرحله، درتو على فان ان شاء الله، وما درتش حاجه كبيره بس كنزيد عليهم الفرماج. وانا دوك بعد ما تقلل شويه الدجاج هذاك، زدت عليه حبه بصله ونقليهم هكذا مليح مليح قبل ما نزيد عليهم دوك لا كريم فريش باش يتعلق ويجي بزاف خفيف. هنا في هذه المرحله نخليو شويه لا كريم فريش تشربها كاع، ما غطيتش عليها كامل هذه المقله، خليت تشربت لي كامل هذيك لا كريم فريش باش تولي ناشفه شويه لافارس تاعنا. وهنا زدت عليهم شويه شيدر فرماج، هذا تاع لي ساندويتش، نتوما زيدوا واش حبيتو من الفرماج، مع فرماج غابي تو ديروا واش تحبوا. وهذيك لافارس تاعنا راهي واجده، خليتها تكوتي باش تبرد باش نقدروا نحشيو بهم لي بونس تاعنا ما يتقطعولناش. انا بالنسبه للمرحله الثانيه نزيد عليهم 3 كيسان تاع فارينا، ومن بعد نشوفوا القوام تاعها باش نشوفوا اسك نزيدوا عليها الفارينا ولا لا. انا بالنسبه للزيت ديروا اونط 3 ل 4 معالق تاع الزيت. هنا المغرفه الاولى سهلي بزاف، سي بور سا درت هنا 3 مغارف، نتوما تقدروا ديروا حتى 4 مغارف تاع الزيت. هنا زيدوا الملح حسب الرغبه، انا زدت هكا ببري نص مغرفه كبيره، ونخلطوا كامل هاد المكونات ونشوفوا القوام تاعها باش نشوفوا اسك نزيدوا عليها قلت لكم الفارينه. انا بعد ما خلطت مليح العجينه تاعي شفتها بزاف جاريه، دوك زدت الكاس السادس ونضيف منه شويه بشويه حتى نتحصلوا على قوام العجينه المطلوب. هنا العجينه تاعي واجده، تكون بزاف طريه كيما راهي تبان لكم، ودات لي 6 كيسان غير ربع، الكاس السادس قعد لي شويه منه، ودوك نستعملو باش نحل العجينه، سينو تكون صعيبه شويه في التشكيل تاعها.
في هذه المرحله درت الفرينه على سطح العمل تاعي، سويتها برك ما عجنتهاش هنا، سويتها برك باش نقدر نخدمها فاسيلمون. هنا دوك قسمت انا العجينه تاعي على اثنين، بيسك ما نديرش كلش اليوم، ندير غير نص الكميه، والنص الثاني نخليه لغدوه من داك باش ندير به حاجه واحده اخرى. هنا دوك نقسم العجينه تاعي كاع كريات صغار على حسب الحجم، نتوما اللي تحبوه صغار ولا كبار، قسموهم شويه صغار باش ومن بعد تزيد يضعف شويه الحجم تاعهم مع الخميره، ويجيكم بزاف متحفين وشابين. بالنسبه للطريقه جاب لي ربي راهي واضحه. هنا تحلوا برك العجينه تاعكم هكذا يا بيديكم بلا الحلال بلا حتى حاجه، بيديكم عاونوا رواحكم بالفرينه بيسك العجينه تكون شويه متلاصقه. هنا نعمروهم بالدجاج تاعنا، تقدروا ديروا اضافات كما قلت لكم كيما حبيتم الداخل، وتقدروا تزيدوا في هذه المرحله شويه فرماج من الداخل. انا كيما شفتوني مع الاول كي كنت طيب في لافاس درت ديجا فيها الفرماج، سي بوسا هنا ما حبيتش نزيد عليها. هنا دوك نغلقوهم مليح مليح، نحطوهم في البلاطو اللي يروح الفوق، نكملوا كامل الكميه اللي قعدت لنا. هنا بعد ما كملت كامل حبيبات البنس تاوعي، دوك نطليهم بصفار البيض ونرش عليهم جلجلان، ونديرهم يطيبوا في فرن يكون سخون على 200 درجة، ونخليهم يطيبوا من تحت من الفوق ومام طون. ولا ما عندكمش هاد لوبسيون تقدروا ديرهم يطيبوا من تحت حتى يطيبوا مليح، تشعلوهم من الفوق باش يتحمروا لكم وتكونوا واجدين معاكم تاكلوهم بالصحة والهنا ان شاء الله. هنا الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، هنا كل شيء واجد في الطابله تاعي، حطيتها كل شيء واجد. هنا درت لي بانس اللي شفتوهم معايا، شويه سلطه تاع الروز، الحوت مع شريبه كيما موالفين، شويه بوراك مع الحم الحلو هذاك، والحمد لله حمدا كثيرا. هنا نوريكم باك لي بانس كيفاش جاوا خفاف وهشاش من الداخل، ان شاء الله نتوما تاني تسيوهم يعجبوكم ونحيت عليكم كما يقولوا حيرات، قدمت لكم جوست افكار بالك نتوما تاني يساعدوكم. نقول لكم تلاقاو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وتهلاو بزاف في روحكم، مع السلامه.